أعلنت الفنانة المصرية نيلي الكريم البالغة من العمر 51 عاما خطبتها من لاعب الأسكواش هشام عاشور لتؤكد بذلك صحة الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الفنانة أنها احتفلت بالخطبة وسط العائلة والأصدقاء وتعمدت التكتم عن الأمر لحين عقد القران وحفل الزفاف الذي سيقام خلال الشهر المقبل. وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للعروسين مهنئين إياهما بالخطوبة، وسيكون الزواج الأول لخطيبها. ويعد هشام عاشور من أفضل لاعب الأسكواش في العالم، وكان مصنفا ضمن 10 الأوائل للعبة. وبعد اعتزاله أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية الأسكواش وهناك، إلا أنه بسبب ظروف كورونا عاد إلى مصر مرة أخرى. وبعد عودته أنشأ مع شقيقه رامي بطل العالم العديد من الأكاديميات في الإسكواش بمصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليوود، وشارك في عمل هناك وفي مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرى في رمضان 2021. المشاهد تيبي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.